امرأة يفيض قلبها رحمة لزوج يتأبط شرا. آسيا بنت مزاحم، زوجة أعتى فرعون على مر العصور. نشأت في القصور وعاشت حياة الفراعنة، حيث الترف والجاه والبطش والطغيان. ملكة تتباهى بملابسها الفخمة وتنام على وثير الفراش، حتى دخل عليها الحشم بتابوت استقر أمام قلعتها. فتحته فإذ برضيع يفيض وجهه نورا وجمالا، موسى نبي الله، أحبته كما لم تحب أحدا من قبل، وكانت له سدا منيعا من جنون فرعون الذي كان يقتل كل الذكور من بني إسرائيل. يكون لك، أما لي فلا حاجة لي في ذلك. بلغ موسى أشده واشتد عهده، وعاد بأمر من ربه سراجا ينير قصر فرعون، ونبيا يدعو لعبادة الواحد الأحد. تحدى كليم الله جبروت فرعون وسحرته، بارزهم فيما برعوا فيه، وكانت آسيا ترتجف وجلا تدعو الله أن ينصر نبيه، حتى تبدلت عصاه حية ضخمة تأكل ثعابين السحرة. فصدحت بإيمانها في وجه زوجها الذي دخل عليها يتباهى بقتل الماشطة وأبنائها. يا ويلك، ما أجرأك على الله! أفصحت آسيا لفرعون عن إيمانها بما آمن به موسى، وصمدت أمام محاولاته إطفاء نور أضاء قلبها، فأمر بتعذيبها إلى أن ترجع لما كانت عليه. صلبت على لوح وقد ربطت يداها وقدماها في أوتاد من حديد، تنهال على جسدها سياط الظالم، فيتطاير لحمها عن عظمها، فتزداد تمسكا بإيمانها. فلما اشتد عليها العذاب وأحست بالموت يدنو منها، رفعت بصرها إلى السماء قائلة: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. كشف الله لها عن مكانها في الجنة، فابتسمت رغم الألم، وقد استشاط فرعون غضبا: ألا تعجبون من جنونها؟ إنا نعذبها وهي تضحك. وأمر جنوده أن يلقوا عليها صخرة عظيمة نزلت على جسد بلا روح، فقد قبض الله روحها بسلام، وضرب بها مثلا للتضحية، وهي التي اختارت حلاوة الإيمان على حياة القصور والرفاهية.